النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ايس كريم الكراميل الاقتصادي بطريقه سهله جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقه للاخر. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناه ديك البرابر. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ايس كريم الكراميل. هنعمله بطريقه اقتصاديه وسهله جدا. هنستخدم فيه كوباية رز. كوباية رز، أيوة رز، معايا كوباية رز مصري أهو زي ما انتوا شايفين. هغسل كوباية الرز كويس جدا وهحط عليها 4 كوبايات مية واسيبها تتسلق خالص لحد ما احس اللي هي عجنت من كتر ما اتسلقت. نبدأ كده ونسمي على بركة الله. بسم الله. غسلت الرز كويس جدا وحطيته في حلة وحطيت عليه 4 كوبايات مية. هرفعه على النار وهسيبه يتسلق. رفعت الرز على النار، هسيبه لحد ما يتسلق كويس جدا ويشرب ميته واحس اللي هو بقى معجن من كتر ما اتسلق وما بقاش فيه الا شويه ميه صغيرين خالص. لحد ما الرز يستوى هنعمل مع بعض صوص الكراميل الاقتصادي بدون زبده ولا كريمه. المكونات اللي معايا كوبايه سكر، كوبايه لبن حليب، معلقه كبيره نشا، كورن فلاور. بسم الله. هدوب معلقة النشا في كوباية اللبن، دي معلقة كبيرة بمعلقة الأكل. هدوبها كويس جدا واخلي اللبن والنشا على جنب. تمام كده هخليهم على جنب وهنروح على عين البوتاجاز. هنحط طاسة ويستحسن اللي هي تكون ألمونيا عشان نشوف الكراميل وهو على النار. بسم الله. حطيت طاسة على عين البوتاجاز ويستحسن انها تكون ألمونيا عشان نشوف لون الكراميل عشان ما يغمقش مننا. هنزل كوباية السكر وهسيب السكر على نار هادية يتكرمل ويسيح براحته. السكر ابتدى يسيح، بقلبه بالطاسة مش بقلبه بمعلقة عشان ما يقفش، بسيبه لحد ما يسيح خالص وبعدين هوريكم هنعمل ايه. شايفين السكر بيتكرمل، بقلبه من وقت للتاني بالطاسة اهو زي ما انتوا شايفين، مش بقلبه بمعلقة عشان ما يقفش، هسيبه لحد ما يسيح خالص وبعدين هنشوف هنعمل ايه. خلاص تمام، السكر اتكرمل حلو قوي اللون الذهبي ده، مش هنتقل اكتر من كده عشان ما يتحرقش. هنزل بكوبايه اللبن اللي دوبت فيها معلقه النشا. اول ما هنزل باللبن والنشا هتلاقي الكراميل اتكتل. هنقلب كده واحده واحده لحد ما الكراميل يفك. هفضل اقلب لحد ما الكراميل يفك ويديني صوص الكراميل. هقلب شوية حلوين. شايفين بقلب باستمرار مش بسيبه خالص. شايفين الكراميل اللي بيدوب. شايفين الصوص وجماله. هفضل اقلب لحد ما الكراميل يدوب تماما. وما يبقاش في الصوص اي تكتلات. ادي فيه باستمرار. خلاص قلبت الصوص كويس جدا لحد ما داب وما بقاش فيه اي تكتلات اهو زي ما انتوا شايفين. حلو قوي. هطفي عليه وهوريه لكم. هنفضي صوص الكراميل في طبق. بسم الله. هو لسه سخن ما بردش. هسيبه يبرد وهوريكم القوام بتاعه. اهو يا حبايب قلبي صوص الكراميل بعد ما سبته برد
هخليه على جنب وهنكمل مع بعض باقي خطوات الايس كريم. خلاص سلقت الرز كويس جدا لحد ما شرب ميته، استوى خالص وبقى معجن زي ما انتوا شايفين، ما بقاش فيه ميه خالص الا نقطه صغيره، هضربه بالهاند بلندر او في الخلاط. هضرب الرز كويس جدا بالهاند بلندر، بحيث اللي هو يبقى ناعم ومش مخرز معايا. خلاص ضربت الرز كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين، هخليه على جنب ونشوف الخطوة اللي بعد كده. معايا كوباية كريم شانتيه خام، كوباية لبن متلج، وكيس فانيليا، هضربهم كويس جدا لحد ما الكريم شانتيه يبقى متماسك. بسم الله، هنزل الكريم شانتيه، كيس الفانيليا، وهنزل باللبن المتلج حبة حبة. هضرب بالمضرب الكهرباء، لو مفيش مضرب كهرباء هضرب بالمضرب اليدوي. ضربت الكريم شانتيه اهو زي ما انتم شايفين، بس ما ضربتهوش على الاخر، لسه هضيف له مكونات وبعدين هضربه تاني. هضيف له الرز اللي انا ضربته بالهاند بلندر او في الخلاط، هنزل عليه بالرز، وهنزل عليه بالكراميل اهو زي ما انتم شايفين كده، وهضربهم كويس جدا. هضربهم بقى بالمضرب الكهرباء او بالمضرب اليدوي. بضيف كراميل تاني. هضربهم كويس جدا وبعدين هوريهم لكم هيبقوا عاملين ازاي. خلاص ضربتهم بالمضرب كويس جدا، شايفين القوام بتاعهم تقيل جدا. هفضي الايس كريم في علبة. بسم الله، شايفين جمال الايس كريم، شايفين الكمية قد ايه، اكتر من كيلو. بخبط كده عشان اطلع الهواء من الايس كريم. تمام كده، هغطي الايس كريم واشيل العلبة في الفريزر اقل حاجة 5 ساعات، هسيبها من بالليل للصبح وبعدين بعد ما تجمد هوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي الايس كريم بعد ما طلعته من الفريزر، انا بيته من بالليل للصبح اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا جمد ازاي، اهو يا حبايب قلبي ايس كريم الكراميل، بصوا شكله جميل ويفتح النفس ازاي. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقه عمل ايس كريم الكراميل الاقتصادي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناه ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام. لا تنسوا الاشتراك في قناة ديك البرابر وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد.